السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. العراق أجمل، حملة حكومية لإعمار البنى التحتية، الخدمات تطرق أبواب المحافظات. اتفاقية خور عبد الله تأكيد الحق العراقي ودعوة خليجية لمعالجة الخلاف وردم الهوة. حياكم الله. الخدمات الحكومية تطرق أبواب المحافظات، هذا هو العنوان الأدق للثورة الحكومية لإصلاح ما دمره الإهمال والفساد طيلة السنوات السابقة. العراق أجمل، حملة حكومية لمحافظات عدة أذنت لها ساعة الصفر، وهذه الرؤية الشاملة وبحسب مراكز الدراسات كفيلة بمد جسور الصلة والثقة بين المواطن والسلطة بعد أن وصلت إلى الانهيار غير مرة خلال المدد السابقة. وهذه الانتقالة المرتقبة اللي حددت أو جدد بنطاق لا يتجاوز الستة أشهر يعول عليها في تفكيك الصعاب اللي تحول دون تقديم المزيد من العطاء ورفع مؤشرات الرضا للخدمة المقدمة. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة نتحدث عن اتفاقية خور عبد الله النافذة سابقا والملغية حاليا بعد قرار المحكمة العليا، أعادت الأمور لأوضاعها الطبيعية بعد أن اختطف الحق العراقي، اختطف من الجارة الجنوبية لعقد من الزمن وصودرت إطلالته البحرية. فهذه الاتفاقية غابت عنها المصلحة الداخلية، ومع استعادة العراق لحقه في هذه المنطقة المهمة اللي بقيت مشكلة كامنة بين البلدين، فإن احتمالات تسببها بأزمة واردة جدا، خاصة مع الرسائل الصادرة من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي اللي لم يستقبلوا القرار برحابة صدر، بل حملوا بغداد مسؤولية التبعات كونه قرار خارج السياق على حد الوصف. هذين ملفين من حصادنا لهذه الليلة راح نتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ استبرق صباح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ استبرق. وعبر الأقمار الاصطناعية من بابل ينضم معنا الأستاذ وسام أصلان، حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ وسام، شنو أبرز احتياجات محافظة بابل من هذه الخدمات اللي راح تقدمها حملة العراق أجمل؟ أهلا وسهلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابتداء أشكركم حقيقة ومن خلال محافظة بابل من المحافظة الجهد الحكومي الخدمي، وزارنا السيد رئيس الجهد السيد وكيل وزير البلديات والإسكان الأستاذ جابر مع الفريق الفني الخاص به. احنا كمحافظه حاليا بالاطوار النهائيه لاكمال كافه الكشوفات اللي تخص قطاعاتنا. تناولنا قطاعات، طبعا الاولويه الاولى كانت للاحياء العشوائيه المتاخمه لقصبات المدن، واللي سابقا القوانين كانت تمنع تقديم الخدمات لها كونها غير مصممه قطاعيا. استهدفناها بالاحياء القريبه من شبكات الصرف الصحي، راح تشمل بخدمات كامله يعني تبليط وارصفه. نعم. ممكن، وايضا خدمات كهرباء وماء. والاحياء البعيده او ما مشموله المنطقه ما يوجد بها خطوط رئيسيه لشبكات الصرف الصحي، راح فقط اعمال ترابيه واعمال سبيس والخدمات الثلاث ايضا، على امل بانه تكتمل شبكات الصرف الصحي حتى نربط هذه الاحياء بشبكاتنا الرئيسيه. نعم.
طيب استاذ اسامه، التوزيع الجغرافي لما حضرتك تتحدث عن هذه الخدمات المقدمه للمناطق، كيف سيكون التوزيع الجغرافي؟ يعني المدارس كيف راح تتوزع هذه الاحتياجات وعلى اي المناطق في محافظه بابل؟ كل وحداتنا الاداريه، يعني احنا على سبيل الفرض قرابه عندنا 4 احياء عشوائيه موجوده في مركز مدينه الحله، وقرابه 26 أو 27 عشوائيه موجوده عندنا في وحداتنا الاداريه. نعم. هذا نتكلم عن العشوائيات. المدارس ايضا قسمت على اساس الوحدات الاداريه المشموله بالتاهيل. فيما يخص الكهرباء ايضا الاحياء والقرى والمناطق الاحياء غير المنوره ايضا شملت بخدمه ايصال الكهرباء وفك الاختناقات اللي موجوده فيها بكلف حاليا من حيث المبدا 61 مليار عندنا. الكشوفات باطوارها النهائيه تم مصادقه كشوفات الخاصه بالتربيه والكهرباء وقسم من الكشوفات الخاصه بالبلديه والخدمات الاخرى حتى تكتمل عندنا حزمه المشاريع الخاصه بالجهد الخدمي. طبعا هذه الالتفاته من دوله رئيس الوزراء لهذه الجزئية تحديدا، الأحياء العشوائية والأحياء الغير مشمولة بموجب تعليمات السابقة للوزارات، يعني التفاتة خدمية والتفاتة إنسانية بنفس الوقت. نعم. لأنه غالبا ما كان نقص الخدمات في هذه الأحياء يشكل ضغط كبير على الحكومات المحلية. سكان هذه الأحياء غالبا ما كانوا ممتعضين ومستائين ومبادرين، يعني بصراحة في بعض الحالات للاحتجاج والاعتصام والتظاهر، ناهيك عن انه هي متاخمه للمدن، وبالتالي سلبيات هذه الاحياء وسلبيات طبيعه الخدمات المقدمه فيها تنعكس سلبا على مراكز المدن، وان كانت مراكز المدن في بعض المكانات تتمتع بخدمه جيده، لان وجود احياء غير مشموله وغير مخدومه متاخمه لها كانت تشكل عندنا حقيقه مشكله خدميه ومشكله مجتمعيه بنفس الوقت. استاذ استبرق حياك الله مجددا، انت فضل السيد محافظ بابل الاستاذ وسام اصلان عن توزيع او خارطه التوزيع لهذه الخدمات اللي راح تكون في المحافظه. طيب نرجع الى الوزاره، شنو طبيعه الدور الذي ستقوم به وزاره الاعمار والاسكان؟ هل راح تكون هي المحرك الاساسي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافه ويسعد الله مساءكم ومساء الساده المشاهدين. طبعا وزاره الاعمار والاسكان وامتثال البرنامج الحكومي الحالي آلت على نفسها ان تقوم بتقديم باعداد استراتيجيه خاصه لدراسه كافة المحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات. مثل ما تعرف حضرتك السياسات السابقة التي انتهجتها الحكومات السابقة، وأنا أتكلم عن فترات تمتد إلى حقب عشرات السنين، كانت هناك ما يسمى بثنائية التنمية. ثنائية التنمية الحضرية هذه اللي أقصد بها أنه كانت الخدمات معظمها تركز في العاصمة بغداد دون باقي المحافظات، مما أدى بدوره إلى هجرة من كافة المحافظات نحو محافظة بغداد، وبالتالي أدى إلى ضغط كبير وزخم على كافة الخدمات في محافظة بغداد. اليوم ومن خلال الحكومة الحالية اللي رفعت شعار تقديم الخدمات وبالتحديد في من قبل وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الوزارة تدرس تقديم كافة الخدمات وبالأخص خدمات البنى التحتية العاجلة المتمثلة بمشاريع الماء والمجاري والطرق، إضافة إلى الوزارة ومن خلال عملها بالجهد الخدمي. صراحة حقيقة اليوم وزارتنا تعمل بعدة محاور، محور البرنامج الحكومي ومحور المشاريع الاستثمارية ومحور المدن الجديدة ومحور فك الاختناقات المرورية ومحور أيضا الجهد الخدمي أو الهندسي الحكومي اللي ذكره السيد المحافظ ضيفكم في بداية الحلقة، المتمثل برئيس الفريق الجهد الخدمي السيد وكيل وزارة للشؤون الفنية الأستاذ جابر الحساني محترم. طبعا من خلال هذه او من خلال فريق الجهد الخدمي الهندسي يتم تقديم الخدمات البنى التحتيه العاجله لاطراف محافظه بغداد، وايضا هنالك دراسه لتقديم الخدمات في جميع المحافظات العراقيه المتمثله بخدمات الماء والمجاري والبنى التحتيه، ايضا شمول الخدمات التعليميه والصحيه من ضمن هذا الفريق وتقديم الخطط العاجله. وزاره الاعمار والاسكان وقدر تعلق الامر بها بتقديم الخدمات البنى التحتيه من خلال دائره الطرق والجسور ودائرة الماء والمجاري والبلديات والمباني إلى آخره. لدينا بحدود 150 مشروع مدرج ضمن البرنامج الحكومي. الوزارة استطاعت وبفضل المتابعة المستمرة لمعالي السيد الوزير وتشكيل فريق فني
لمتابعة إنجاز هذه المشاريع بالسرعة والدقة المطلوبة ضمن المواصفات والمعايير المعتمدة. أنجزت 39 مشروع من ضمن الـ 142 مشروع ضمن موقف مشاريع البرنامج الحكومي. أيضا لدينا بحدود 30 مشروع بنسب إنجاز متقدمة، وباقي المشاريع أيضا تتابع بشكل شبه يومي أو أسبوعي. طيب. من قبل في هذا المجال يعني نتحدث عن الجهد الخدمي، راح يكون شريك وياكم بهذه العملية؟ الجهد الخدمي طبعا نعم، لا أنا يعني أنا الجهد الخدمي هو بدأ يشتغل في محور، يعني في أحد المحاور بالحقيقة اللي دا تشتغل بها اليوم وزارة الإعمار والإسكان. الجهد الخدمي متمثل برئيس الفريق الجهد الخدمي، وأيضا لدينا تشكيلات متجحفلة في هذا الجهد. مثل ما تعرف حضرتك عندنا لدينا أكثر من تشكيل شركة، وبالأخص الشركاتنا التنفيذية شركة حامورابي وشركة آشور التي تشتغل بالجهد الخدمي الآن في أطراف محافظة بغداد، وتم الانتقال إلى باقي المحافظات لتقديم هذه الخدمات التي تم ذكرها من قبل السيد المحافظ. وأيضا مثل ما ذكرت لحضرتك سيتم شمول أيضا الخدمات التعليمية والصحية، أيضا متجحفل معنا بالجهد الخدمي الهندسية دوائر البلدية ودوائر المحافظة والدائرة الهندسية المتمثلة لهيئة الحشد الشعبي. نعم. طيب أستاذ وسام، يعني أكو صلاحيات تحولت للمحافظات وأيضا أكو صلاحيات بقيت للوزارة، شو راح يتم العمل وتفادي التقاطع في هذه الصلاحيات في الميدان؟ يعني ما أكو تقاطع، العلاقة ما بين الوزارة والمحافظات منظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 27 اللي نظم العلاقة والصلاحيات المنقولة حسب المادة 45 من قانون رقم 21 سنة 2008 المعدل سنة 2018. يعني ماكو، أنا أشوف ماكو تداخل يعني وماكو تقاطع نسبيا، طبعا العمل تصير به وجهات نظر، ولكن هذه الحكومة الحالية اللي يميزها هو التقارب. احنا بلقاءات مستمرة، مرات لقاءاتنا تدار من قبل اجتماعات الهيئة التنسيقية اللي ترأسها دولة رئيس الوزراء، واللي نتناول بها الكبيرة والصغيرة فيما يخص المشاريع وما يخص المشاكل اللي تعاني منها المحافظات، ومرات لقاءات واجتماعات تجمعنا مع السادة الوزراء. وأنا حقيقة موجود بالحكومات المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة، يعني حالة انسجام وتواصل بهذا الشكل ما كانت موجودة بصراحة. يعني بغض النظر احنا مو موضوع يعني انتقاد، ولكن موضوع نقل لحقيقة واقعية. التواصل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية يعني عمره ما كان هالشكل. اكو حالة من التواصل المستمرة بجزئيات دقيقة في بعض الأحيان ونشترك بها بقرار مشترك، تصير تقاطعات بسيطة بالعمل هنا وهناك، ولكن الموضوع اللي بالك بأنه صلاحيات تتداخل والأعمال تتعطل نتيجة تداخل الصلاحيات هذه ما موجودة. على الأقل تقنعنا عن رسم هذه العلاقة في المحافظة أبدا ما موجودة عندنا. أستاذ رق، بالنسبة للتكاليف والمبالغ من ميزانية المحافظات وكل مشروع في محافظة، ما من ميزانية يعني من ميزانية هذه المحافظات ومشاريعها لو من ميزانية الوزارات؟ وتعرف حضرتك أطلقت التخصيصات المالية في الموازنة، وهنا ما راح يكون أكو فد قضية متداخلة حول الصرف؟ لا طبعا، يعني فيما يخص الحديث حضرتك أو مدار البحث فيما تتكلم عن فريق الجهد الخدمي الهندسي، طبعا يتم تأسيس هيئة خاصة ملحقة بمكتب رئيس الوزراء ولها تخصيصاتها. اليوم فيما يخص مشاريع وزارة الإعمار والإسكان لها ميزانيتها الخاصة اللي تم إقرارها ضمن قانون الموازنة الاتحادية اللي تم إقرارها قبل مدة. وطبعا لا طبعا أكيد يعني ماكو تداخل، المشاريع كلها هي مرصودة ومعدة يعني سابقا، وكل مشروع له تخصيصه الخاص دون آخر، وماكو أي تقاطعات ضمن أي موازنة مالية سواء كانت موازنة الوزارة أو موازنة فريق الجهد الخدمي الحكومي. يعني مستشارية التنسيق بين المحافظات هي اللي راح تتولى مهمة الضمان عدم التقاطع؟ نعم أكيد. وآليات الصرف؟ نعم أكيد، نعم أكيد، نعم أكيد، لأنه هي الجهة المشرفة. أنا ذكرت لحضرتك أنه فريق الجهد الخدمي الهندسي هو تابع الآن، صحيح هو يقاد من قبل رئيس الفريق السيد الوكيل الفني لوزارتنا الأستاذ جابر الحساني، لكن طبعا هي هيئة قائمة بحد ذاتها تم رفدها بالكوادر المطلوبة،
والمعدات والآليات، وأيضا هنالك يعني تشكيلات متجحفلة من تشكيلات الوزارة في هذا الفريق الجهد الخدمي لتقديم هذه الخدمات، وإلها مبالغها وإلها كادرها وإلها يعني كوادرها وميزانيتها الخاصة عن وزارة عن ميزانية الوزارة. تمام أستاذ وسام، مدة الحملة راح تكون 6 أشهر، وحاجة المحافظات لهذه الخدمات ملحة وضرورية، شلون نقدر نوصل الأهداف اللي حددتها الحكومة وحددتها هذه الحملة، واللي أيضا رسمها مكتب رئيس الوزراء من ناحية ويقابلها رضا المواطن بالنتيجة خلال هذا النطاق الزمني المحدد، وعندنا أيضا في هذه الفترة تنشط نشاطات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، ولربما سيكون من هذه الجهود اللي تقومون بها ما يحسب لهؤلاء المرشحين. يعني الجهد الحكومي الخدمي اللي اجى المحافظه، الاجتماع الاولاني كنت موجود، ما كان اكو لا مرشح بالانتخابات قاعد ولا موظفين ومدراء دوائر. نعم. وبعدين سوينا مجموعه يترأسها احد مهندسينا في المحافظه اللي هو المستشار الفني لي للمحافظ. نعم. وايضا باجتماعات فنيه، فلا تقلق استاذ احمد. على متابعة ومراقبة بشكل جيد. ناهيك عنه، هو في بعض الأحيان هي الحكمة تقول ودنا بكل ملف نجاح بغض النظر عن متبنياته، كل واحد خليه للنهاية الخدمة تصل. الا انا حكومه رئيس مجلس الوزراء وحكومه دوله الرئيس الحاليه والمتبنيات مالته معالجه محاور الفقر عن طريق شبكه المال الاجتماعي وشمول كبير حاليا اللي يشمل المتعففين والفقراء والمحتاجين، وهذه المشاريع حسب بدنا نتكلم عنها ما يخص العشوائيات. نعم. والاحياء السكنيه العشوائيه المتاخمه لقصبات المدن ايضا هي واحده من الصور اللي تنطي انطباع بانه فعلا حكومه تنظر لبسطاء القوم والناس اللي تقطعت بهم السبل فيما يخص موضوع الخدمه او مصدر العيش، وتعامل معهم بمنتهى الإنسانية. يعني واضح هذه الصورة حقيقة ومتجلية. الموضوع الخدمات تم وضعها على أسس معايير طبعا، يعني وضعت القصبات العشوائيات عفوا المتاخمة لقصبات المدن مجرودة عندنا سابقا وموجودة، كل ما هنالك عدينا حزمة سريعة من الكشوفات لخدماتها، فالقضية ما بيها يعني محاباة أو مجاملة، يعني موجودة هذه الأحياء منذ زمان وعندنا تصور واضح عنها وعن مشاكلها. كل ما هنالك انفتح هذا الباب من الخدمة عدينا لها كشوفات وعدها فريق فني جيد ممتاز، كشوفات طبعا تصادق من قبل نقابة المهندسين، هذا بعقد مركزي موقع، وهذه أيضا التفاتة جيدة من قبل الأخوة في وزارة الإعمار والإسكان، كون نقابة المهندسين تعد من المكاتب الاستشارية العريقة الموجودة في البلد الاستفادة من خبراتهم والاستفادة من إمكانياتهم أيضا. طيب اسمح لي أقاطعك أستاذ وسام، نسأل أستاذ استبرق حول المشاريع الخدمية. نعم عفوا المقاطعة أستاذ استبرق. يعني بخطة موضوعة بشكل دقيق وجيد وممتاز. جهد مبارك. أستاذ استبرق، نتحدث عن المشاريع الخدمية راح تكون على جزئين، جزئية البنى الفوقية وجزئية البنى التحتية. المشاريع المرسومة ضمن حملة العراق أجمل تقتصر على الفوقية أم على البنى التحتية، أم أكو هنالك موازنة بين الجزئيتين؟ نعم طبعا الكتاب اللي صدر من مكتب دولة رئيس الوزراء المحترم شار إلى هذه الحملة اللي هي بغداد أجمل أو المحافظات أجمل،
إشارة بالتحديد وبإشارة واضحة وصريحة إلى القطاعات المشمولة، تضمنت القطاعات قطاع الطرق والجسور وأيضا المناطق المفتوحة أو المناطق الخضراء، إضافة إلى تطوير ضفاف الأنهر في تلك المحافظات. طبعا يعني لازم أذكر طبعا أكيد يعني بكل تأكيد هي باقي القطاعات مشمولة، إذا أشرت حضرتك إلى خدمات البنية التحتية الفوقية اللي هي دائما نشير لها فيما يخص الخدمات التعليمية بتدرجاتها والخدمات الصحية أيضا بتدرجاتها، لكن الكتاب ركز بالحقيقة على قطاع الطرق والجسور والمتنزهات والمناطق المفتوحة والأوبن سبيس أريا في المحافظات، إضافة إلى تطوير مناطق ضفاف الأنهار. لكن هذا أيضا كما ذكرت لحضرتك باقي القطاعات بكل تأكيد هي محل رعاية والاهتمام. اليوم هذه التفاتة من قبل الحكومة الحالية ومن قبل دولة رئيس الوزراء المحترم على مد كافة خدمات البنية التحتية لكافة المواطنين. اليوم المواطن العراقي وخصوصا بالمحافظات هنالك بالحقيقة صراحة معاناة من نقص في إمدادات هذه الخدمات البنية التحتية له، ومن قبل سنوات هذه الالتفاتة جاءت نتيجة الاهتمام بهذه الشريحة ووجود حاجة ملحة لتقديم هذه الخدمات وبأسرع وقت ممكن وضمن المواصفات أو المعايير الفنية المعتمدة. طيب أيضا أشار السيد المحافظ إلى أن الخطة راح تغني عن الاستعداد للموسم الشتوي، يعني هذه الخطة وأيضا تداخلها في المواسم أو الأوقات الزمنية اللي راح يدخل بها المشاريع شلون راح تكون أستاذ استبرق؟ يعني هو والله أنا قلت لحضرتك يعني إحنا والله حاليا يعني هم دا يشتغلون، يعني فريق الجهد الخدمي على قدم وساق، والسيد المحافظ أكيد يعني متابع الأمر فيما يخص محافظة بابل، وأنا أتكلم صراحة عن نشاطات الجهد الفريق الجهد الخدمي الحكومي. هو يعمل ليلا ونهارا في المناطق التي تكون يعني على عاتقه وضمن قواطع المسؤولية من أجل مد خدمات البنية التحتية بأسرع ما يمكن ضمن المواصفات والمعايير. أنت تعرف حضرتك طبعا أكيد ستكون هنالك يعني قد يعني مناطق دون أخرى يعني تلحق، خلينا نقول كما ذكرت لحضرتك فيما يخص حلول موسم الأمطار، لكن الفريق يعمل والوزارة تعمل أيضا فيما يخص باقي مشاريع الماء والمجاري في المحافظات بوتائر عالية. اليوم الوزارة تعمل وبتوجيه دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد الوزير المحترم، هنالك عندنا طبعا شفتين وثلاثة شفتات في بعض المشاريع لغرض إنجاز هذه المشاريع، لأن إلها بالحقيقة إلها تماس مباشر مع حياة المواطن وهي ضمن أولويات الحكومة وأولويات الوزارة. طيب أستاذ وسام، يعني مثل هكذا مشاريع هي كفيلة بترميم الثقة بين الحكومة والمواطن سواء حكومة محلية أو حكومة مركزية، وأيضا نتحدث عن جسور الثقة مجددا، يعني شو راح يكون معيار هذا الانتخاب الناس الأصلح والأكفى ونحن أيضا مقبلين على يعني الاستحقاق المحلية؟ يعني ملف الانتخاب ممكن يتعافى مع هذه الحملات، يعني أنا أعتقد ملف الانتخابات الحالي راح يمضي كما يعني مضت الانتخابات السابقة، بس هذا وجهة نظري. أما موضوع الثقة فالناس تدري لها علاقة باللي تشوفها، يعني الجهد الخدمي والمشاريع الحالية الموجودة جهد حقيقي فعلي موجود على أرض الواقع. يعني أنت تخيل احنا هسه موجودين مشتركين بمجاميع بصراحة، قسم من عندها متابعة مكتب رئيس الوزراء والوزارات طبعا والدوائر ذات العلاقة، يعني تصل في بعض الأحيان إلى أدق المشاكل، يعني محاولة عاطلة بشارع فلاني بمدينة فلانية تجي تلقاه بجروب ويتم التعامل والتعاطي معه بهذا السرعة والأريحية طبعا. فأكو يعني رغبة حقيقية، وهذه الرغبة بدأت تظهر ملموسة يعني على أرض الواقع على شكل أعمال وعلى شكل ممارسات يومية، من إدامة للخدمات، من مشاريع جديدة بدأت تنمو وتظهر حاليا على الأرض،
كل هذه هي هذه اللي تعيد جسور الثقة مع الناس اللي أحبطت يعني في يوم من الأيام، واللي تراجع ملف الخدمة عندها، تراجعت ملفات اللي حقيقة تشعر المواطن بانتمائه. هذه الأعمال هي اللي تعيد جسور الثقة والمحافظة عليها وديموميتها، مع طبعا تنفيذها بشكل لائق، تنفيذها بمواصفات، تنفيذها بعناية ورعاية. هذه تولد احترام وتعيد وتصغر عفوا من الفجوة اللي تسعت ما بين الناس والمواطنين وبين الحكومة، وهي هذه يعني الغاية اللي نتمنى بأنه نصلها كنا، بأنه الناس تشعر، وهذا الشعور يترجم إلى قناعات وقناعة مستدامة بأن هذه الناس موجودة حتى تخدمكم، حتى تقدم لكم خدمات، حتى تحسن الواقع الخدمي اللي موجود عندكم. أشكرك شكرا جزيلا. المشوار إن شاء الله ابتدأ ونهاية خير يعني بإذن الله تعالى، وأتوقع بأنه يعني بعد فترة هذه الخط البياني للانتماء والارتباط والثقة اللي تكلمت عنها حضرتك يرتفع، يعني إن شاء الله يرتفع وبشكل ملحوظ. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد محافظ بابل الأستاذ وسام أصلان عبر الأقمار الصناعية، انضمت لنا، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. والأستاذ استبرق صباح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان ضيفا كريما في الأستوديو، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. اتفاقية خور عبدالله تأكيد الحق العراقي ودعوة خليجية لمعالجة الخلاف وردم الهوى. مجددا حياكم الله بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور احمد الميالي استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد، حياكم الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك الله. ارحب بالدكتور عايد المناع الباحث السياسي ينضم معنا عبر سكايب من الكويت، اهلا ومرحبا بكم ضيوفا الكرام. دكتور احمد، من المستحدث في هذا الملف انه وزراء مجلس التعاون الخليجي ايدوا موقف الكويت المطالب للعراق بالعدول عن الغاء اتفاقيه خور عبد الله، محملين بغداد جميع الآثار السلبية والتطورات حول هذا الموضوع. هنا نحكي مو شوية ثقيل موقف الجارة الجنوبية والأشقاء في الخليج على العراق؟ أكيد يعني الموقف راح يكون مساند للكويت باعتبار أنه مجلس التعاون الخليجي لديه موقف أزاء الحكومة العراقية، وهذا الموقف تاريخي سياسي إلى حد كبير. هناك ضغط على العراق بأن يقدم تنازلات لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل حتى الكويت. حقيقة هناك تثمين لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله اللي تم يعني المصادقة عليها عام 2013 من قبل البرلمان العراقي، وهذه عدم الدستورية لا تتعلق ب ادعاءات تاريخية باطلة كما أشار إلها بيان وزير الخارجية الكويت السيد سالم الصباح، وأيضا ما أكد مجلس التعاون الخليجي. القضايا التاريخية واضحة بأن هناك مشاكل حدودية عالقة، وهذه المشاكل لا يمكن حقيقة أن تحل باتفاقية مرتجلة وعاجلة لا تمثل مصالح العراقيين، وعقدت في ظرف سياسي معقد، وايضا فوق كل ذلك هي مخالفه للدستور في عمليه التصويت، لان عمليه التصويت وفق الماده 61 من الدستور على الاتفاقيات والمعاهدات تشير الى اغلبيه الثلثين، وهذا لم يحصل. بالنتيجه اكيد الموقف غير محسوب وغير واقعي ان يكون دول مجلس التعاون الخليجي بهذا التصريح. كان من المفترض ان يكون هناك دعوه ل
علاقات جماعية أو علاقات ثنائية مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى صيغة حل، وليس الوقوف يعني مسبقا مع الجانب الكويتي على قرارات على قرار المحكمة العراقية دون تفهم حيثيات هذا القرار. هذا القرار أثر بشكل كبير في البنية الاجتماعية العراقية، ضررت المصالح الاقتصادية، قضايا سياسية وانعكاساتها على البلد ستكون حاصلة إذا ما تم العمل بترسيم الحدود اللي بدأت الآن الكويت تشتغل على العلامات الحدودية ما بعد الميل 162، وهذا راح يكشف بشكل كبير جدا التنازلات العراقية في هذه الاتفاقية لصالح الكويت. طيب مجددا حياك الله دكتور عايد. ويتحدث الدكتور الميالي عن هذه العلاقة، وهنا نسأل حضرتك كيف تتفهم الكويت هذا القرار القضائي العراقي الملزم؟ يعني اكو قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن ولا للتمييز، شلون راح يكون هنالك تقبل من قبل الكويت؟ حياتي للدكتور الميالي ومشاهدينا الاعزاء، حياك الله. الحقيقة يعني القرار حكم المحكمة للأسف الشديد يعني جاء بعد عقد من الزمن، ونعتقد يعني هذا لا يليق بالحكومات والشعوب وخاصة التي ترتبط بمصالح مشتركة. يعني هذا الحقيقة أشبه ما يكون بالالتفاف على ما تم الاتفاق عليه. لكن اليوم بالنسبة للعراق صدر الحكم، أما بالنسبة للكويت فهذا الحقيقة حكم المحكمة الاتحادية لا يبطل الاتفاقية، لأنه هذه الاتفاقية استندت على قرار دولي هو 833 لسنة 93، والذي استند على قرارات سابقة أثناء احتلال الكويت ومن ثم تحريرها. لذلك بهذا القرار، وللأسف الشديد أنه كان يفترض في الحكومة العراقية أن تدافع عن موافقتها إذا كانت جادة أمام المحكمة. بالتأكيد كل حكومة بالدنيا لها محامين، يعني هيئة تدافع عنها. هذا الاتفاق حصل على موافقة البرلمان العراقي وعلى الحكومة العراقية وعلى نفس المحكمة التي الآن تتحدث عن أن لاغي وافقت عليه في عام 2013. وبالتالي حقيقة الكويت لا تنظر بود لهذا التصرف، لأنه حقيقة يعيق هو الحكومة العراقية، يعيق الحكومة العراقية على الاستمرار في إنهاء ما تبقى من ترسيم حدود مائية، وبالتالي نفتح صفحة جديدة كاملة من التعاون ومن التبادل الاستثماري ومن كل الأمور المتعلقة بالعلاقات الأخوية التي يعني أملنا أنها تكون الحقيقة قد تحققت. طيب. أما أنه والله ظرف معقد وما معقد، الحكم السابق وافق عليها مجلس قيادة الثورة والبرلمان، والحكم اللاحق بعد من 2003 إلى 2012 ما تحلت كلها معقدة. هذا الحقيقة لا يليق. أتمنى على الإخوة الآن إما العودة إلى المحكمة في تصويت، العودة إلى البرلمان تقول بأنه ثلثي الأصوات ولديهم الأغلبية المناسبة، أو أن يجدوا مخرج هم لهم الحقيقة يلتزموا حتى لو أدى ذلك إلى مساءلة نيابية. وبالتالي إحنا نعرف أن هناك من حرك هذا الموضوع حتى لا تكون هناك علاقات طيبة مع الجار الجنوبي أو الجار اللي يعني كان يعانى مثل ما عانيته من ظلم النظام السابق. طيب دكتور، التصريحات الصادرة من نواب مجلس الأمة بطبيعة الحال هي كانت غير راضية، والكويت سلمت رسالة احتجاج لسفير العراق لديها، ممكن هذا السجال يسبب أزمة بين البلدين؟ والله شوف، عفوا دكتور خليني أتوجه للسؤال للأستاذ الدكتور أحمد الميالي. نعم، أرحب بالسيد الضيف يعني، وأحب أن أعقب قبل أن أعرج على جوابك. يعني بداية
لا يمكن حقيقة العودة عن هذا القرار اللي أصدرته المحكمة الاتحادية، وهذا بموجب الدستور هذا أصبح بات وملزم. الآن تم اعتبار الاتفاقية المشرعة بموجب قانون 42 لسنة 2013 على أنها اتفاقية غير دستورية مخالفة للدستور، وقامت بتجريم من قام بذلك على أنه انتهاك للدستور وخيانة عظمى، مثابة خيانة عظمى. وهذا أصبح الآن كل التبعات القانونية والأمور الفنية التي ستنشأ عن هذه المعاهدة باطلة، بمعنى لا تستطيع الآن وزارة النقل العراقية أو مجلس الوزراء أو كل المعنيين بملف تنظيم الملاحة البحرية ما بين العراق والكويت أن يتم العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية. بالنتيجة يجب أن يكون هناك حل آخر، وهو طبعا بال2017 أيضا كان قرار للبرلمان بإبطال هذه الاتفاقية، لكن تم حقيقة التستر عليها وأصبحت هناك وقتها أغلبية لأحد الكتل السياسية جمعت أصوات واستطاعت أن تلغي الاتفاقية، لكن تم تمشية الأمور. وبالنتيجة يجب أن يكون هناك اتفاق آخر، وهذا الاتفاق يجب أن يمثل مصالح الطرفين. يعني إذا تشوف إحنا الآن الأخوة الكويتيين مرحبين باتفاقية خور عبد الله إلى أبعد الحدود، ويدافعون عن هذه المكتسبات المحققة في هذه الاتفاقية، في حين حتى المفاوض العراقي وكأنه مغصوب، وهناك ضغط أمريكي ضغط أممي ضغط بريطاني على العراق في التوقيع وتقديم هذا التنازلات للكويت، ونتيجة أمور وجرائم ارتكبها النظام البعث السابق هي ليست من يعني مكتسبات المرحلة الحالية. احنا دفعنا ثمن، دفعنا مليارات الدولارات إلى الكويت في قضية ما كان للشعب العراقي ذنب بها ولا للقيادة السياسية الحالية، مع ذلك هذا استحقاق الكويت ودفع بالتعويضات بموجب قرارات مجلس الأمن. الآن حقيقة قضية ترسيم الحدود إذا أصبح هناك مصالح متنافرة، بمعنى الكويت لديها مصالح أكثر من مصالح العراق، هذا لا يمكن. الدليل إحنا نتناقش أنه العراقيين كلهم راضين والكويتيين كلهم راضين، إذا أكو خلل أكو عدم توازن، فلذلك يجب أن يعاد النظر بهذه الاتفاقية بشكل يمثل مصالح الطرفين وفقا للمعقول. يعني مو لأنه العراق سابقا دخل للكويت يدفع ثمن من أراضي، هذا غير ممكن، هذا غير شيء غير عقلاني. أتمنى من القيادة الحكيمة في الكويت أن تتفهم هذه الأمور. إحنا العراقيين حتى نتحدث بلغة العراق والشعب العراقي، إحنا غير معنيين بصدام حسين وجرائمه في اللي حصلت بالكويت، إحنا ندين هذه الجرائم، ولذلك كل الأموال اللي دفعت هي راحت من رواتبنا وراحت من نثرياتنا وراحت من صرفياتنا للعوالي العراقية. وكل الآن المكتسبات اللي تحقق بالكويت سواء بإنشاء ميناء مبارك أو ما ينشأ عن تنظيم الملاحة في خور عبد الله أو الدعامات الصناعية الكويت في منطقة بشت العيجة والقايد اللي هي علامات اصطناعية راح تتجاوز من 135 إلى 162، ثم ندخل ب 22 كيلومتر تقريبا 12 ميل بحري إضافي على تجاوز على الحدود العراقية في هذه المنطقة. طيب. بالنتيجة هذا غير معقول بغض النظر عن الأمور والتوزيع. طيب. الدول سكنت تحدث عنها محافظ البصرة في وقتها صارت عليها ضجة. هذا يجب أن يعاد النظر وفق الواقع العلاقات الأخوية، ننسى الماضي، نبدأ نرسم الحدود بشكل يمثل 50-50، 50% للمصالح الكويتية 50% للمصالح العراقية. أنا أعتقد ما عندنا أي مصلحة الآن أن ينشأ ميناء مبارك أو نصادق على هذه الاتفاقية وتقوم ننفذ قرار 833 لسنة 3. صحيح هو قرار ملزم من مجلس الأمن على العراق، ولكن والله ظالم على العراق وما يحقق مصالح العراق، وما أعتقد القيادة الحكيمة في الكويت تقبل أن يتضرر العراق وشعب العراق بهذه الطريقة، وهو شعب شقيق وجار للكويت. يجب ان يكون هناك مراعاه لهذه الامور ومشاعر العراقيين حتى ما يعني احنا نروح الى اتفاقيه والشعب العراقي كله عندنا يعني نرجع الى مرحله النظام السابق اللي يتجد مشاعر الاخوه. طيب. والاشقاء بين الدولتين. يعني ما يجب حقيقه ما تفضل بي خلينا اكس الى مجلس الامه، السيد وزير الخارجيه الكويتي، السيد الامير، امير دوله الكويت المحترم، ان يتفهم خصوصيه الواقع العراقية، كما نحن نحرص على أن يكون هناك مصالح الكويت أيضا في هذه الاتفاقية. نعم. الدعوة التي يتفضل بها الدكتور أحمد الميالي، دكتور عايد، يعني هذه دعوة التفهم من قبل الشعب، هذا من جهة، وأيضا إذا الكويت تتحدث بكل هذه الدلائل التي تثبت دستورية اتفاقية خور عبد الله،
ليش ما تلجأ للقوانين الدولية اللي تضم أو تنظم الملاحة البحرية، مثلا محكمة أعالي البحار وغيرها؟ يعني أنا الحقيقة يعني مع احترامي لرأي الأخ العزيز دكتور أحمد، إلا أنه يعني نحن أنه والله النظام السابق وارتكب وليس لنا، إحنا ما بيننا وبين العراق اتفاقيات قبل نظام صدام حسين 1963، تم التوقيع اعتراف العراق بالكويت، وبموجب رسالة نور السعيد في 21 يوليو 1932، والتي حدد فيها هو الحقيقة الحدود بشكل وصفي. وبالتالي القرار الدولي لما جاء مشى على ما تم الاتفاق عليه ورسم ذلك. اليوم أنت لا تتحدى الكويت الحقيقة وما تضر الكويت، أنت تتحدى قرارات دولية، إذا تبي تخالفها خالفها، هذا موضوع يخصك. لكن إن والله ضر بالعراقيين وكل العراقيين، ما العراقيين لهم حكومات تمثلهم، قبل تقولون ما في صوت واحد هو صوت النظام السابق صدام وغيره وإلى آخره. اليوم من 2003 عندك حكومات منتخبة وعندك جهات كلها أقرت هذه الاتفاقية ما بين الطرفين. لما اضغطت عليك قوة معينة، إما بعثيين متلونين أو آخرين غابت عنهم الأضواء وهيجوا الشارع وخلوا الأمور تصير هالليلة، بديت الآن تتراجع نتيجة أنه والله تبي تبتز الكويت بشيء أو إلى غيره، أنا أقول لك الكويت يفترض أنها بالفعل وهي دائما تتفهم وضعك. وأول ما سقط نظام صدام، أول من بادر رغم كل الجراح المريرة لمساندة العراق هو الكويت، وهذا الكل يعرفه. كل شيء قدمته الكويت بقدر استطاعتها وبإمكانياتها التي ليست يعني أكبر من غيرها في هذا الجانب. طيب. لذلك يا أخوان، إذا نريد علاقات طيبة ما نتراجع عن اتفاقية. أنا أقول لك رئيس الوزراء ممكن يجابه البرلمان ويقول وقعنا وعشر سنين ميخ يعني عشر ساعات، أصلا ما مفترض تذهب هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر إلا بعد أن تستوفي كل المتطلبات الدستورية، وبهذا نحترمه. لكن إنك تجي بعد هذا العمر وتقول لي لا والله انتهينا، من يثق فيك مستقبلا؟ كيف راح أنا أثق اليوم لو عقد الاتفاق؟ هنا راح نناقش من ناحية قرار محكمة دكتور عايد. خلينا نذهب إلى دكتور أحمد. دكتور، قرار المحكمة العليا كان مستند لمعادلة وجوب الثلثين في عملية التصويت، ممكن يتم اللجوء لإعادة التصويت داخل البرلمان ووفق الشروط الدستورية نتخلص من هذا الجدل على اعتبار أن الاتفاقية أصبحت بحكم الملغية؟ هنا نسأل شنو الإجراء المناسب أو الإجراءات المطالبة بها الحكومة العراقية باتخاذها لإزالة آثار هذه الاتفاقية؟ الآن أزيلت هذه الآثار، الآن لا يستطيع حقيقة الجانب العراقي فنيا أن ينزل أي مهندس بحري أو فني لبدء بعملية ترسيم الدعامات المشتركة بين الطرفين، ولا يمكن أن يسمح أيضا للجانب الكويتي بعملية استثمار الدعامات المحددة اللي ذكرتها قبل قليل ما بعد 162 ميل وصولا إلى خوار الزبير. هذه بعد أصبحت ملغية الآن، لأنه ما ممكن حقيقة أن تدخل الشركات الكويتية وأيضا الأمور الفنية الكويتية إلى العراق دون أن يكون هناك موقف مسبق عراقي، وإلا إذا كان هناك يعني اللجوء للمحكمة محكمة العدل الدولية. وهذا إحنا يعني نأمل أنه إذا ما توصلنا إلى اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات متعددة المسارات في مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية حول هذا الموضوع، فاللجوء إلى محكمة العدل الدولية قد يكون هو الفيصل في هذا الموضوع على القضايا الفنيه، احنا مو على القضايا قرار مجلس الامن 833، هذا اصبح بات وملزم ومنتهي الامر. لكن اذا تسالني على الوضع القانوني والدستوري، هذا اصبح ملغي، اعاده النظر به هو يجب ان يكون وفق المصالح العراقيه
وفق عدم انتهاك الدستور، وفق صيانة الدستور، وفق تحقيق الواقعية في عملية ترسيم الحدود مع الكويت بشكل يحقق المصالح المتبادلة بين الطرفين وليس لمصلحة الجار الكويت على حساب العراق بشكل مطلق، لأنه إقامة هذا الاتفاقية وتنفيذها مع وجود ميناء مبارك في جزيرة وربة والشيطانة وبوبيان راح يخنق حقيقة الملاحة المتجهة من شبه جزيرة الفاو باتجاه تشكيل خوار عبد الله ومشكل خوار الزبير، هاي كلها راح تلغي أو تضايق، وبالنتيجة راح يصير هناك زحمة سفن لصالح الكويت لأنه عندها متنفس بحري وعندها دخول للمياه الإقليمية المتاخمة اللي راح نضطر أنه نطي إضافة ل 12 ميل آخر للمنطقة المتاخمة و62 للمياه الإقليمية 62 ميل، وهذا كله لصالح الكويت حقيقة. كل المهندسين، كل الفنيين، كل الخبراء أشاروا بأنه لا توجد أي مصلحة عراقية في هذه الاتفاقية، هو عملية تنازلات. أنا قبل فترة بالجامعة الأخ الوزير السابق عامر عبد الجبار كان عنده محاضرة عن التجاوزات الكويتية على يعني خور عبد الله. أنا عقبت عليه قلت لا، التنازلات العراقية الكويت ما بنجاوزها، الكويت عندها قرار دولي وعندها معاهدة مصدقة ودا تشتغل وراحة قانوني، احنا عندنا تنازلات عراقية في هذا الجانب، ولذلك يجب أن يعاد النظر بهذا الموضوع. وضعنا الآن الخطوة الأولى هي المحكمة الاتحادية وهذا قرار ملزم. الآن التفاوض الثنائي الأخوي بين الطرفين أو الجماعي مع مجلس التعاون الخليج أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر بالاتفاقية المدعى في سكرتارية أمانة الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه كلها جوانب. أما تتحدث عن اتفاقية جديدة، أنا أعتقد ما راح أحد يتجرأ على الأقل في حكومة السيد السوداني الحالية، مجلس النواب الحالي، أن يعيد النظر أو يذهب باتجاه اتفاقية جديدة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد الميالي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وشكر كثير لحضرتك الدكتور عايد المانع الباحث السياسي انضممت معنا عبر سكايب من الكويت، شكرا جزيلا لحضرتك. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.